السلام عليكم. 6 جولات مضت، بعض الأندية تقدم مستويات متذبذبة والأخرى متصاعدة، ولا زال الليث الأول والثابت. إلى العناوين: بلا رحمة الليوت تواصل اكتساح أندية الدوري، رقم تاريخي جديد يحققه رومارينهو لاعب العميد، دفاع النصر سد منيع لكن ماذا عن هجومه، الهلال يعيش مرحلة شك ما بين برود وغيابات، حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. انا خالد الشنيف، ضيوف الكرام الكابتن حسين عبد الغني. مساء الخير. مساء النور، مساء عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. كابتن محمد، مساء الخير ابو نوران. مساء النور، يعني مساء عليك وعلى السادة المشاهدين، وان شاء الله اليوم تكون والمستمعين. يعني اليوم رجعت للمستمعين. ايه، الكل يشتكون يقولون لازم تفسرون لنا وش قاعدين تقولون في الحالات الفنية وفي الامور الفنية. الدوري ولع ولا لسه بينهم؟ لا والله لسه يعني كلها 3 أو 4 فرق اللي قاعده يعني تأدي وقاعده في مستوى متطور. ابو عمر، اليوم اول الاقالات فاندر بروك مدرب ابها، متوقع انا اتوقع انه كمان الجولتين الجايه بيكون في اكثر من اقاله لمدرب. اسباب اقاله هذا الرجل؟ لا، شوف، هو دائما الانديه تبحث عن نتائج، ما في نتائج اكيد بتكون في اقالات، وهذا الشيء اللي بيحصل بغض النظر عن عمل المدرب. خلينا نتكلم بصراحه، دائما الانديه تبحث عن النتائج والجمهور، فمتوقع يمكن كمان في الجولتين القادمه يكون في اقاله او اقالتين لمدربين. متوقع من اقالتين، من الاقرب؟ من تشوفه؟ يعني انا اشوف ممكن مدرب الفيحة حكم النتائج اللي انا بشوف ان الفريق بصراحه الفريق يعني الان اخر مباراه امس يعني خسرها مع فريق يعني منافس بالنسبه لي، فهو ممكن مدرب الباطن ما تقدر تلومه لانه بصراحه الباطن يمر بظروف جدا صعبه، لكن يشكروا على المباراه الاخيره اللي قدموها. محمد، الاقالات سمة في دورينا؟ أكيد، وفي أي دوري يعني ما أتكلم أنا عن أوروبا وكذا عشان هم يعطوا المدرب مساحة أكبر. يعني هنا عندنا زي ما تفضل الكابتن حسين إنه دائما الفرق تعتمد على النتائج، وسواء النتائج هي اللي بتأدي لإقالة المدربين. يعني حتى لو إنك كنت تكسب بدون مستوى برضو ماشي، اما انك عندك مستوى وتخسر برضه بيشيلوا المدرب. وبالذات انه ما في هدف عندنا، يعني احنا المدرب بيجي لمرحله وقتيه ما لي هدف معين. يغيرون بس صوره المدرب، يحطونا دوري روشن من فضلكم المدربين المقالين اخر 5 مواسم هذا الموسم، شيلوا صوره المدرب يحطونا دوري روشن. طيب، الموسم هذا بدا بالعاده دائما الجوله السادسه والجوله الثامنه، وبدأت الأسئلة من الآن أبو نوران. هذا من فيتو صديقك، يقول لك سؤال الكابتن نور: بعد إقالة مدرب أبها، هل سيكون مصير دياز مربوط بنتيجة الهلال والشباب في حالة الفوز والخسارة؟ يقول لك أنا أتوقع ذلك. قل له هذا الموضوع إن شاء الله حنتكلم فيه في موضوع الهلال، موضوع دياز. موضوع دياز حنطرق. ها، الآن المدربين المقالين أو اللي دروا أقيلوا أثناء السنوات الماضية، وصلنا إلى 27 حد السنة 2021-22 بين مدرب مؤقت وغير مؤقت، اللي دربوا 27 مدرب. أكيد رقم مخيف صراحة، أو قيلوا بالأصح، ورقم كبير، رقم كبير بصراحة. لكن هذا المتوقع عندنا احنا، هذا لانه انا بقول لك لانه الأندية ما عندها أهداف استراتيجية مثلا انه بعد 4 سنوات أو شيء. من يخطط؟ بصراحة أنت عملت بس في ناس تشتغل، قسما بالله في ناس تشتغل للانديه، لا يعني يشتغل للنادي، لا واذا راح يجي اللي يجي بعده يكمل المسير. انا معاك، بس يقول لك الخطه الاستراتيجيه اللي توضع ويمشي عليها الرئيس اللي بعده في انديه شغاله؟ لا، ما في في على عدد الاصابع بس، كمان مو كل الاصابع، يمكن اصبعين. لانه تعرف ليه؟ تعرف ليه؟ لانه حقيقي ما في يعني استمرار المدرب واستمرار الناس اللي بتشتغل الاداريين، ترى ما بيكون استمرار. زي ما قال لك نور، يعني انت تيجي تسوي شغل
بيجي محمد انا بطلع، بيجي محمد نور بيهد اللي انا بنيته كله وهو بيشتغل، ولا وهذا وهذا اللي بيصير، ولا انا اورطك عرفت ادري انه انا ماشي ماشي فتلاقيني اقعد اسوي تعاقدات يعني وبمبالغ ضخمه، ولا بعده يجي خلاص تعال انت شيل. يعني انا ممكن يستثنى الهلال فيها كابتن، احنا ما بنسمي يعني احنا تكلمنا في نفس الموضوع وقلنا فرق تتعدى على اصابعه بدون تسميه، وعمل تراكمي ما في ما في ما في نهائيا، هذه حقيقه كله شغال في خط الحال، يعني كل واحد بيجي بيبدا بيهد ويبدا، هذه المشكله بالذات في انديه تحديدا بدون ذكر اسماء هي مستمره على هذا الشيء، تبني وتهد تبني وتهد في مكانها. ومن اكبر المشاكل يعني هذا احنا ما بنتكلم فيها كابتن، ترى قطاع الناشئين والشباب قسما بالله في ناس ما تخاف الله صادق، تجي تمسك يعني الولد بدل ما تعلمه كيف يلعب كيف يتمركز كيف لا يعلموه ويضغطوه لازم يفوز، يعني هذه الفئات المفروض ما تطالبوا بالفوز 100%، انت تطالبوا في المستوى بس. وهذا وانا تاكيد لمحمد نور، انا اول يوم استلمت فيه في نادي النصر من الاشياء اللي انا اتكلمت فيها مع الفئات السنيه قلت له ما ابغى منك بطوله، مو مطلوب منك انك انت تجيب لي بطولات في الفئات السنيه، انا اللي مطلوب منك انك انت بتطلع لي في السنه من لاعب للاعبين يقدر يلعب في الفريق الاول، انا هذه هي البطوله بالنسبه لي، طلع لي لاعب يطلع عندي احسن من بطولات في الفئات السنيه. وين العقليه هذه تلقاها؟ بس خلوا يدور على البطولات في الان في الفئات بس السنيه، بس الفئات السنيه في الاخير هي يعني هي بطوله خلينا نقول انه هي معنويه لا اكثر ولا اقل فقط، بس يدورون البطولات يا محمد. بس في 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 والله في ناس تشتغل، في ناس تشتغل بامانه كمان ما حنسمي ما انا يعني كل واحد يقول بدليل متحمل. يا كابتن يلا دحين كم سنه لنا اعطيني لاعب طلع من القطاعات من القطاعات السنيه ولعب اذا هو مو اصلا له سنتين مع الفريق الاول وبعدين لعب قليل قليل جدا. الجوله بعيون ملعب اس بي سي ما يصيد عندي شك وعارف وش ابي وعارف البلان حقي وعارف وعندي الخبره وعندي القدره ما عندي مشكله بس شويه وقت. الشبابيون بداوا رحله القنص بالركاده وينفردون بصداره. واتوقع ان فريق الشباب حطم الرقم القياسي لان الرقم القياسي كان 4 وحطمنا الرقم القياسي اللي هو 5 مباريات لحين اليوم. انا جيت انا مشيت مره ومرتين الثالثة فهمها جوستافو وينتصر النصر. على هذا الصخب يحقق روما رقما تاريخيا كأكثر من يسجل بقميص العميد في دوري المحترفين، ويحرم كنبة جروهي من الوصول لرقم تاريخي في سلسلة الشباك النظيفة. بالمناسبة كنبة احتاج دقيقة واحدة للتسجيل. الباطن يلبي نداء جماهيره عليهم عليهم. نقطة زينة يا باطن. العدالة يحقق الفوز الأول. ضبطت الخلطة يا سيدي. أخيرا في الدمام حبايب. الهلال بقاله فترة بيقدم سلسلة انتصارات سهلة قدام الاتفاق والنهاردة وقفت، فبالنسبة لي نقطة كويسة. هذه نتائج الجولة في تتناقشون على ايش؟ ها؟ تتناقشون على ايش؟ على اللعيبة المميزين في خط النص في الدوري. حنفتح احنا نفس الموضوع. احنا بنتكلم على احصائيات، انت لما تيجي تقول لي احصائيات لاعب انه شات بدون تسمية طبعا انه شات 20 شوطة في مباراة. ترى هذا رقم مهول. اذا لاعب يشوت 20 شوطة في مباراة كثير يعني ايش؟ لعب فردي اكثر.
طيب ليش ما يكون فعال على المرمى؟ ممكن لا 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 بس شوت 20 شوت كثير 20 يعني. طيب لو شات 20 كم مرر كم صنع؟ تلقى ما صنع ولا واحد اكيد. طيب الجوله هذه ابو عمر الاكثر تسجيلا بالاهداف ب 20 هدف. متعه هذه متعه هذه متعه كره القدم الاهداف بالنسبه لاي شخص يحب كره القدم، لكن بالنسبه للانديه او الفرق وهذا اكيد هي مزعجه، الفرق اللي خسرت بنتائج اكيد مزعجه. بس انا اشوف انه المباريات يعني فيها تعادلات، فيها 2-2، فيها في يعني في المباراة فيها هدف يعني ما كانت في نتائج كبيره يعني كنا في الجوله الاولى من 14، الجوله الثانيه 17، الطائي الوحيد اللي الطائي والنصر تقريبا اللي كانت نتيجتهم كبيره، الباقي يعني فيها اهداف كثير. الجوله الرابعه 18، الجوله الخامسه 17، الجوله ال 20، الجوله السادسه 20 هدف، مع اني اراها رقم قليل مش الرقم اللي كنا متعودين عليه. وصلنا 25 و26، جوده الحراس السبب ولا المهاجمين في الارقام هذه؟ والله شوف قليلة. والله كلها مشتركه، ونوعيه برضو طريقه الانديه اللي بتدافع ولا اللي عندها ساتر دفاعي قوي برضو. كابتن ترى في تقريبا 6 أو 7 حراس السنه يعني، وجو حارسين كمان جدد، حارس التعاون وحارس الاتفاق مره كويسين. الاختيارات الحراس اللي قبل صح، الاختيارات اصبحت افضل. ها اكيد. طيب ندخل على الشباب، واخر من اخر كلمه قلتها الاسبوع الماضي، الفوز يجلب فوز، سلسله انتصارات الشباب حتظهر امامك تاريخيا. اكيد يعني انت لما تكسب 6 جولات من بدايه الدوري، انا اتكلمت برضو قبل فتره في السناب بتكلم عن الاتحاد، يعني بقول عن الاتحاد لو كان بينافس لازم اول خمسة ستة مباريات لازم تكسبها، عشان لو كسبت المباريات هذه 5 أو 6 ترى النفسيات بتتغير، وحتى نظرة اللاعبين والأهداف تتغير كمان في نفس الوقت. يعني في البداية أنا ممكن بخش أبغى أنافس على الثالث أو الرابع أو الخامس، لكن لما ألقى نفسي متقدم في النقاط 5 أو 6 مباريات فوز، خلاص كل شيء بيتغير، البيئة النادي تتغير أكيد 100%. خلاص يعني حتى النظرة تتغير، أنا أبغى خلاص أبغى دوري. وهذا اللي صار العام الماضي مع نادي الاتحاد. الاتحاد العام ما كان مطالب او ما كانوا اكثر الاتحادين حتى تفاؤل قبل العام والعام لا العام لما كان ينافس يعني كمان بشكل يعني كان هو الفريق يجهز انه هو السنه صحيح ينافس على الدوري السنه صح. اي لكن العام الاتحاد كان عنده فرصه وراح الدهر يعني لا انا اقصد انه هذا هو التاكيد لكلامك، انه الفوز بيجيب فوز، انت لما بتفوز انت بتقرب من البطوله. حسين ميزانيات الأندية الأربع بين مداخيل ومصاريف أندية وصلت إلى 700، الأربع أندية المتنافسة الهلال 640 هذه مصاريفها 640، النصر 500 455 والاتحاد 439 والشباب 222 بصراحة مبالغ. كيف تقلص اللي قاعد يصير مع الشباب؟ يقلص بصراحة. لا شوف فيه توفيق واحد. اثنين ما فيها شو حقيقي، خلينا نتكلم بصراحة، يعني في لعيبة جو الدوري السعودي بالشو ومو بالمستوى الفني. أنا أشوف في يعني في لعيبة الآن حتى سواء يعني حتى غير الأندية هذه الأربعة، حتى في الأندية اللي تحت يقدر يلعبوا في الأندية اللي في المقدمة بكل أرياحية وسعرهم معقول. لكن بصراحة أحيانا بعض الإدارات تبحث عن الإثارة وعن الجمهور وإنه اللاعب، وفي بعض الإدارات كمان حتى الديون هذه ما تكون هذه مش ديون لاعبين، لا بقول لك حتى الديون مثلا ما تكون على اللاعبين، الديون بتكون على أشياء ثانية. وش زي ايش؟ زي لما يكون عندك مشكله في الفيفا وكذا وتتغرم لا هذه مصاريف ولا مصاريف ومداخل، مصاريف ومداخل هذه المصاريف واللي عرضت قبل شوي حتى المدربين، يعني حتى المدربين بعض الانديه بيجيبوا مدربين باسعار خياليه، وعلى الرغم ان انت ممكن في خلال 6 شهور كنا بنتكلم انت بتمشي وتدفع له الشرط الجزائي. عشان كذا انا بقول لك الاهداف والاستراتيجيه ونفس المدرب هذا اللي انت بتجيبه يا كابتن، مثلا انت لما تكون مسؤول عن الفريق انت تصر على مدرب معين كذا انت تبغاه، عرفت؟ وهذا المدرب اللي انت تصر فيه كاداري انت بتجيبه على قناعاتك انت،
عرفت مو حاجة الفريق. بس الرواتب اللي أسمعها. طيب هو كبيرة. طيب أسمعني. وهذا الشيء. طيب هو المدرب هو المدرب أو اللاعب لما إنك أنت بتتفاوض معه وتبغى تجيبه عرفت يعني مثلا يجيك هذا الوكيل يقول لك أنا هذا أنا عرضته بمليون عرفت أنا راح أجيبه بخمسة ملايين يورو ولا بثلاثة أربعة ملايين يورو. اسم النادي يفرق بس لسعره. أي طبعا. يعني لما مثلا ما حسمي ما حنسمي عشان ما حد يزعل. السمسار 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 مشكلة أجل. صارت معك صارت معك في النصر. والله على بعض اللاعبين. أقول شوف حتصير. حسين طيب سؤال الناس كانت تدق عليك بالذات هذول السماسرة أكيد أكيد مو نقول السماسرة قول الوكلة لا سماسرة والله الوكلة لا الوكلة أوكي طيب ليش صاروا يدقدقوا عليك؟ مصلحة الآن لهم وغير إنه مصلحة أمانة ما بيقولوا لك كذا أكيد لحظة أكيد لحظة السمسار شوف وكيل على فكرة أنا بعطيك بس حاجة عشان أبسط لك إياه عشان إيش عشان تكون واضحة بس وصلوا للجرأة دي قسما بالله هو شوف أنا بقول لك كيف بيجيبه عشان تكون الفكرة الفكرة يعني واصلة هو الآن أي نادي بيكون عنده إنه بيجي مثلا يعرفه هم النادي مثلا سين يبحث عن مهاجم فهم على طول هذول السماسرة هو يسميهم وكلاء الوسط هو يتلطف بهم أنا ما هتلطف هذول سماسرة سماسرة حقيقي سماسرة طب أنت أدهن أربع مرات لا عشان لأنه هذا حقيقة فهم يجوك بيجيك يعني يعرف اللاعب هذا أو يعرف المركز النادي محتاج وبعرضه بعرض هو ما حيجي يقول لك مثلا أنا حعطيك ما حيجيب لك إياه بهذه الطريقة لكن مثلا هو بيجيب لك اياه بطريقه ثانيه انه اللاعب هذا ترى بنجيبه بالمبلغ الفلاني وترى احنا بس لا ممكن ترى احنا نقتطع من راتبه ممكن ترى في يعني بالعربي يقول لك شيء كذا علني اي يقوله لا حول ولا قوه الا بالله والله العظيم اقسم متفاجئ لا لا اسمعني انا اسمع فيها اسمع أنا. ترى على فكره مو لا اول مره اسمعها من شخص يقول لك لا على فكره على فكره ترى مو هم اجانب يعني بس لا في سعوديين الان وفي سماسره الان معروفين في الانديه وفي سماسره الان كابتن. الان موجودين على الساحه الان هم اللي يديروا الانديه طيب الآن كابتن موجودين. كابتن انت بتقول طيب عشان اصلا السعوديين هم عشان ما يطلعوا اسمهم يروح يستعينوا 100% لذلك التعاقدات اللي قاعده تصير فيها فيها لعب كبير واضحه والله واضح واللي ما بيشوف بيسوي كذا لكن هي واضحه قدامك هي واضحه ومعروف ومعروفين الناس اللي بيديروا يعني هذه الاشياء في الانديه وفي انديه متضرره ترى بشكل كبير ترى في انديه تضررت كثير من هذا الموضوع حقيقه تضررت كثير شيء مؤلم اللي تقوله ابو عمر يعني انا اسمع لا موجود يعني ما جاني اسمع انا يجيني تعرف لي اسم بس ما لم جاني رجل يقول لا عرض عليه مبلغ عشان يجي وعلى فكره اكثر الانديه يكون لهم شخص او واحد او بالكثير اثنين هم اللي سبحان الله اللاعب يجي عندهم يعني انت لو تبي تجيب لاعب من هذه معروفه من جزر القمر ما يكون عند نور مثلا كيف صار بسيط نور كيف فجاه صار نوره طبعا ما حد يعرفه فهذه حقيقه وهذه حاصله ترى في الانديه طيب اذا ردت خلاص عشان مود الموضوع ده لو فتحنا لا ما منه فايده اخاف لا اخاف نتورط فيه اذا ردت ان تنافس جلب حارس مميز اللي عمل الشباب في كم وما عمل للشباب كم يعني حارس شوف الحارس يعني ما شاء الله متمكن وواثق من نفسه وهادي اكثر شيء تشوفه في المباريات لكن برضه ما ننسى يعني عنده خط دفاعي ما شاء الله تبارك الله يعني عنده البرازيلي وش اسمه تمبكتي ما شاء الله والمحور وعندهم محور على مستوى عالي يعني الشباب تقريبا عندهم عمود فقري قاعد يلعب كل المباريات وقاعدين يعدوا مبارياتها مره كويسه بس انا كابتن عندي سؤال برضو على الحارس هذا يعني انا ما دام عندي زي فواز القرني يعني ما اقول لك في المباريات يعني المباريات الكبيره ولا الديربي ولا شيء طيب انا ليش ما استفيد من اللاعب ولا لاعب فواز صحيح يعني وبرضو فواز يعني حارس دولي وحارس كويس يعني والثقه فيه مره كبيره بس
يعني يعطيك. انا قصدي يا كابتن انك تستفيد من لاعب في الملعب، يعني قصدك ما يجيب الحارس من الاساس. لا لا لا، في مباريات يقول لي لا انا يا كابتن، مباريات يقول لي عند الشباب عنده ثمانية، بس عنده ثمانية، انت من تلعب من مباراه؟ انا لو انا مدرب مباراه الهلال بتلعب من؟ انا لو انا مدرب ما لعب الحارس، الحارس انا ما احب، ما احب اغير فيه بصراحه، ما حتغير فيه؟ لا ما اغير فيه الا لاصابه او يعني. بس في مباريات يقول لك لا سهله، ممكن كاس لا في مباريات سهله، بس في الدوري، في الدوري في مباريات اقل يعني بيلعب مثلا انا مع فرق أقل. صح، شوف كلام ابو نوران في النقطه هذه هي حقيقه، بس انا انت بتتكلم انه الفريق بيفوز وماشي، والفريق يعني ما تسجل فيه في البدايه، الفريق ماشي، انت صعب تجي تشيل الحارس او تشيل اي احد، ترى حتى التغيير لاعب صعب الا في اي موقف معين. يعني اظهرت الشباب وش اللي صار لهم السنه هذه اللي كان يضرب فيهم المثل العام، ونصيحتك لهم فواز ومتعب. لا بالعكس، شوف انا بقول لك، شوف فواز ترى العام ترى لعب قدم موسم جميل صراحه، ومتعب يمكن متعب اكثر يعني مهاره، فواز مجهود وسرعه، متعب يعني كورته حلوه لعيب، فالادوار اختلفت اكيد، الادوار اختلفت 100%، الادوار اختلفت، الفريق بيقدم يعني الفريق الان صار واضح، يعني احنا العام قلنا احنا الشباب لعبته واحده معروفه اللي هي لعبته على الاظهره، الاتحاد يحضر الشباب يحضر 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 ويستنى انطلاق واحد من الظهيرين ويطلعوا، وبيلعب للجناح العكسي واللي سجلوا منه اهداف، فالان اختلفت طريقه، انا قلت لك الحلول الان اختلفت، ما صارت توصلهم الكره كثير نفس العام، لا تغيرت طريقه، يعني العام مثلا فواز كان في ال18 ممكن في الشوط ممكن يكون متواجد داخل ال18 الفريق الخصم 7-8 مرات 9 داخل ال18 الان اختلف ما شاء الله، او انا بتكلم يعني يعني تقريبي ايوه، لكن الان اختلف الوضع، الان الشباب عنده حلول، واللعيبه اللي قدامه له عندهم حلول، بس يا كابتن هذه لما تلعب مع فريق عندهم اجنحه سراع، يعني انا شفت مباراه الرايد والشباب، محمد سالم يمكن 5 أو 6 كور ياخذها يرميها ورا الظهير اليسار، وياخذها الخصم ويروح على هجمه مرتده، صح؟ يعني انا قصدي لو قعدوا، عشان هم بيطلعوا الاثنين ما شاء الله في نفس الوقت، طيب. بس هو العام كانوا يطلعوا اكثر، العام بيطلعوا اكثر، طيب. عشان الكوره في رجلهم اكثر، صح. انا قصدي يا كابتن لما تلعب مع فريق منافس اكيد اكيد حيختلف اذا تلعب بنفس الاسلوب. هارون بدا بدايه قويه، ومن ثم في هارون هارون اللاعب هارون ولا هارون اكيد كابتن، يعني نحن تكلمنا في الاسبوع اللي راح انه اللاعب ممكن، انت كيف تبي تيجي تقول لي يعني اللاعب جاء وما اتاقلم ويجيك لاعب من في فريق ثاني من اول ما جاء وقاعد يلعب، وانت عارف يعني الفورمه بتجي للاعب يا كابتن فتره، عرفت الفريق ولا الفريق يكون في فورمه عاليه، صحيح. يعني في لعيبه يعني تجي الفورمه عاليه بسرعه وتروح بسرعه، نفس هذا ارون، عرفت؟ فدحين كيف يحافظ عليها؟ كيف يحافظ؟ لا هذه مو 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 انه يحافظ عليها، اذا يحافظ عليها هذه انه سجل حتى لو ما كان كويس، كذا حيقدر يحافظ عليها. والله وجهه نظر تحترم على لا صدق لا صحيح الفورمة صادق. انا اتذكر كلامي صادق ايام عارف ان فورمة عاليه يعني اللي يسوي خطا يصير صح. صح يعني في لاعب ما يبغى يكون كويس، لا في لاعب ما يبغى يلعب ويسجل ويكون أكيد نجم أكيد. لا ما في، انت بتقول لي كيف يحافظ عليها؟ طيب هي لو انك انت تقدر تحافظ عليها انت ما حتحافظ عليها؟ صحيح. اكيد حتحافظ عليها عشان هذا مستقبلك. ارون سالم مع مراسلنا ابراهيم الخريف. ندرك بأننا لم نقدم مباراة كبيرة ونعلم ذلك، فريق الرائد يلعب بطريقة جيدة، ليس عليك في المباراة أن تقدم أداء طيبا، لكن النقاط الثلاث هي الأهم، إنه مهم جدا أن تفوز ومهم جدا كذلك أن لا تخسر ولا تستقبل أهداف. الشباب قدم أداء متكامل وجماعي، نحن نحترم جماهيرنا وندعوها لمساندة فريقها دائما، وجماهيرنا مهمة جدا بالنسبة لنا، لكن المهم كان الثلاث نقاط. مباراة الهلال هي مواجهة في القمة، والهلال فريق جيد، سنبدأ بالعمل والتدريب ونحن جاهزون للمباراة. أرقام سالم هارون سالم هدفين تسديدات على المرمى 4 أعتقد لها 3 صناعة أهداف، يعني أرقام جيدة في بداية الموسم كبداية جيدة يعني معقولة معقولة، بس عنده إمكانيات أكبر، عنده شيء عنده إمكانيات كبيرة بصراحة. غريغور مع مراسلنا إبراهيم الخريف. يس
It was very important to win today, to take 3 points. كان من المهم الفوز وكسب النقاط الثلاث. لعبنا بملعبنا وأمام جماهيرنا. إنه من السهل اللعب هنا بملعبنا والجماهير تساعدنا كثيرا. والآن ننتظر مباراة أخرى جيدة مع فريق رائع ونحن سعداء جدا. أقول دائما أنه عندما يلعب الفريق جيدا يلعب كل لاعب بشكل جيد. لذلك أنا سعيد بالمباراة. والآن أنا هنا لفترة طويلة لوقت طويل كما تعلمون. لدي علاقة رائعة مع كل اللاعبين. ما أحب أن أقوله وهذا هو الأهم. عندما تكون إيجابيا ترى الإيجابية على الملعب. بيلعب ضدنا في كأس العالم. أنا لاعب مميز صراحة. لاعب مميز والأرقام يعني الأرقام تتكلم. يعني رغم أنه أنا من الناس اللي ما آمن بالأرقام في كرة القدم لكن صراحة أشياء يعني مميز في كل مباراة بيلعبها مميز. ويلعب محور متأخر يعني مو كمان محور 8 لا يلعب محور 6. طيب في سؤال من المتصفي الأولى كابتن محمد يقول هل بنيقة وجوانكا وجودهم في تشكيلة واحدة يؤثر على حالة الشباب بدون كرة؟ أكيد أقل يكونون؟ أكيد يكونوا أقل. كيف يعدلها؟ كيف يعدلها؟ ما أدري كيف يعدلها. بس إنك تجي أنت لما تكون لاعب مباراة مصيرية مع فريق قوي يعني هي لك وعليك يا كابتن. يعني الكرة إذا كانت عند الشباب حيحافظوا عليها أكثر عشان يكون عندك أكثر من 4 أو 3 لاعبين يجيدوا الاحتفاظ بالكرة. وعنده الشباب إذا الكرة كانت عنده. لكن إذا الكرة كانت عند الخصم حيعانوا شوي. طيب بس في وجود غرغور. هو اسمه غرغور صح؟ غريغور. ممكن يفرغوا. ممكن يفرغوا. ممكن يفرغوا يكون يلعب لاعب 6 يعني 6 6. ممكن يفرغوا. في كابتن في لعيبة يعني في محاور أول كانوا يلعبوا معانا يعني يغنيك عن المحور الثاني. يعني انك انت ما تحتاج محور ثاني اصلا. الله يرحمه خالد. يعني خميس، خالد عزيز، سعود كريري. صحيح. مين كمان؟ وانا يا عمي. لا انت تلعب جناح، هو يلعب جناح. وكان هنا واقف وشوي تلاقيه يضغط هناك. طيب في هذا منتخبنا السعودي يقول ترى كنا نسمع مشكله بسببها دي حقيقه ترى والله كنا نسوي خالد لاعب هنا في نص ملعبنا شوي نلاقي ضغط في 18. اسمع تتذكر المباراه اللي لعبنا معاكم النهائي اللي جاب بلنتي؟ أي. قسما بالله من قبل لا يشوت قلت لي مبروك يا زايد ترى شوت في اليمين. قسما بالله شوفوا راح لها بس مبروك ما راح قوي ولا مردوده ديك. ولو البلنتي ربع الرجاء الكاس ولو البلنتي ذاك ضاع قسما بالله يا ويلكم. طيب سالم محمد ايش رفعتوا الكاس؟ اي رفعنا الكاس. نحن رفعنا الدوري. كم دوري اخذنا؟ سالم محمد وحسين متى نشوفهم بالاتحاد السعودي ماسكين مناصب او مع المنتخب السعودي ونستفيد من خبرتهم؟ ان شاء الله نقول ربنا كريم ان شاء الله. عرض عليك؟ لا 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 ما في. ولو ما في شيء يعني والله الواحد ما يسبق الاحداث يعني ما تدري ايش اللي بيصير يعني. لاقي نفسك في المكان ده الاداري يعني هذا التفكير؟ انا بشوف انه ما في اصلا اي فرصه لاي رياضي غير العمل الاداري. العمل الفني هنا مو 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 مو, مو, مو صعب مو صعب ابو نوران. ما في يعني ما يعني خلينا نتكلم غير مقبول اصلا اصلا يعني اصلا انت لما انت تتكلم على المنتخب يعني ولا في الاتحاد السعودي اكيد انك انت ما حترفض. صحيح. يعني وخاصه العمل مع المنتخب. صحيح. يعني هذا مجالك وهذا شغلك وهذه حياتك اصلا. بالتاكيد. مستمرون معكم وبعد الفاصل. جمهور العميد يرفض الخساره. لم يكن من العجيب
أن تبدأ الإنسانية بحساب التاريخ مع أول خطوة لها عبر بوابة التكنولوجيا الحديثة. حاجة تحولت إلى حلم، حلم تطور إلى فكرة، حتى آن الأوان ليصبح واقع. وها نحن نكتشف أسرار هذا العالم، أسرار قد تكون الخيال، عالم يقع بين الأسطورة والحقيقة. ولكننا لمسنا المستحيل وصنعنا منه الممكن، وها نحن في طريقنا لمستقبل بعيد نكتشف فيه المزيد عن الغد. مستقبل تيك الأربعاء 9:30 مساء على SBC. دعنا ننطلق في البداية من الرياضة. أنت تخلق شخوص ولا تكتب تاريخ. عندي عين، وأحياناً في ناس يشوفهم ما تمشي، لكن أنا أشوفها تمشي وفعلاً تمشي. لحظة شعورك بأنك وصلت إلى قمة الإبداع، قضيت على موهبتك وقضيت على إبداعك. تجمع ذاك الرهب وأرادوا قتلنا. هذه ما حد تعرف عن هاي المعلومة. لا، أنا أصيب بالرعب. اكتشفت أن هناك أمراً مبيتاً غريباً على النشاطات الثقافية. وهنا كانت البداية والتشكل والذكريات والحكايات. معرض مستقبل الإعلام فوماكس، معرض إعلامي متخصص يعد الأكبر من نوعه في العالم العربي. يستعرض أحدث التجارب المرتبطة بالإنتاج والمحتوى الإعلامي، ويوفر بيئة غنية لتبادل الآراء والأفكار والخبرات في مجال صناعة الإعلام، بمشاركة أكثر من 300 شركة والعديد من الندوات وورش العمل والفعاليات المصاحبة في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر. مركز دي أرينا للمعارض والفعاليات، الرياض. حياكم الله من جديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM. كابتن حسين، هذه أرقام الاستحواذ بالنسبة للاتحاد أمام في 6 مباريات، أمام العدالة 43، أمام الاتفاق 62، أمام الرائد 55، ومن ثم أمام الخليج 41، أمام النصر 31، أمام الفتح 31. يعني آخر 3 مباريات في نسبة الاستحواذ قلت. بس شوف، مدرب عنده خطة، عنده طريقة لعب، عنده طريقة معينة، عنده هدف واحد في المباراة. يعني هذه أرقام للهوى بس. لا لا، أنا أعطيك، أنا أسلمك الملعب، أنا بسلمك الملعب، خذ اللي تبغاه، أهم شيء أنك ما تسجل فيه أو الارتداد حقي. يعني نفس الهدف الثاني، شوف طريقة لعبهم، طريقة اللعب هذه طريقة لعب، ترى أسلوب، طريقة لعب، أسلوب لعب نونو مناجح، إنه بيلعب، إنه بيلعب أكيد هو لين دحين ناجح. وعلى فكرة ترى كثير من جمهور الاتحاد متضايقين من طريقة اللعب هذه اللي الاتحاد قاعد يلعبها. متضايقين ليش؟ هي الطريقة بالنسبة للمدرب والإدارة، مدام انك انت قاعد تكسب، هي طريقة مربحة بالنسبة للجمهور، غير مقنعة، وبالنسبة للمشاهد غير ممتعة، غير محببة، وفي نفس الوقت انت قاعد تحقق نتائج. انت لو ما انت قاعد تحقق نتائج ممكن انت كنت تتضجر وتزعل من طيب مع اول طريقة نتيجه اللعب. سلبيه ممكن يرجع الكلام، لا لا لا، مع بشخصيه المدرب هذا لا كابتن. لا، وبعدين غير الفريق نفسه ابو نوران، الفريق نفسه الاتحاد الان، لو الاتحاد لعب كوره جميله وخسر الجمهور حيرضى؟ لا، ما بيه، ما في الكوره الحلوه خلاص. وانا جايب المدرب هذا انه يدرب الفريق وهو يسوي الطريقه اللي بيلعب فيها. ممكن انت تحب انه تشوف فريقك في احسن مستوى، لكن في الاخير المدرب هو صاحب الكلمه. المدرب أنا احترمته قسما بالله، يعني جاء للمنطقة اللي أنا أحبها،
جو اتكلم معاه بيقولوا له يعني مو اداره ولا لا اداره قصدي مو جمهور وكذا، المهم يعني انت ناقص دحين كيف تبغى تلعب وكذا، عرفت؟ قال لهم لا انا ماني ناقص اقسم بالله. اكيد على مباراه النصر قصدك؟ ايوه. قال لهم انا ماني ناقص، عرفت؟ ولا تحطوا في بالكم الفريق الكلام هذا، ولا يوصل للاعبين الكلام هذا انه نحن ناقصين. قال احنا ما احنا ناقصين. هذه بيلعب في الحاله المعنويه للعيبه. كيف يا كابتن؟ اكيد هذا شيء. وشوف الدفعه ممتاز. المعنويه اللي يعطيك اياها. اكيد. يعني انت لما تنزل الملعب ايش تبغى تسوي؟ علم ابو نوران، هذا علم نفس ترى، هذا علم كبير. في لقطه مو سهل كابتن، في لقطه كمان انا انتبهت على المدرب في الملعب. لما لاعب من الاتحاد يجي يشد ولا يطيح تلاقيه يطل على وراء للمعد، والله يا كابتن يعني كده يكشر على المعد. أيوة، يعني يطل فيه. ليش ايش فيه؟ أيوه. ليش كده؟ انت جبت نقطة حساسة ترى ابو نوران، عرفت؟ ذكرتني بنقطة ترى مهمة انا كنت بتكلم. يا اخي انا الان هذه طبعا خارج موضوع الاتحاد. يا اخي عندنا المدافعين انا اشوفهم ساروا في اي احتكاك بيطيحوا، وانا هذه نقطة ترى يعني بالفعل احنا لو نرجع نسوي احصائية بتشوف انت مين بيطيح اكثر، المدافعين ولا المهاجمين؟ اذا ما حتكون النسبة متساوية فالمدافعين اكثر. الان يطيح يبغى فاول يعني لا 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 وشد في المباراة واي احتكاك يجلس في الارض يعني نص دقيقة وينزل الدكتور. السعوديين تحديدا انا استغرب من هذا الشيء حقيقة. انا استغرب من هذا الشيء. يعني انت مدافع يعني ما بنقول انك انت ما بتعو، بس يعني ما ادري، انا اشوف انه هذه مشكله في المدافعين حقيقه. انا شايف في مشكله كذا يعني، طبعا مو كل المدافعين اكيد يعني، في بس في ثلاثه اربعه خمسه اسماء معروفه ما تطيح في لا 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 في ثلاثه اربعه خمسه اسماء صارت معروفه بهذا الشيء، يعني معروف ومعروف متى بالضبط حيسوي هذه الحركه. العبود في الهدف الثاني تو واحنا تحت الهواء، قاصدها ولا مو قاصدها؟ صدق الهدف الثاني اللي لعبها في ركبته او في فخذه، شاهد الهدف الثاني. لا هذا الكعب هذا. الآن حجي لك. لعبها في الكعب. شوف. يعني صراحة وللأمانة العبود يعني الفترة هذه بالذات مباراة النصر ومباراة الفتح. تفضل يا كابتن هذا. قاعد يقدم نفسه. أبغى الهدف. طيب خلينا أنا بكمل. لا أبغى هذا وبعدين كمل اللي تبغى. أبغى هذا لأن كلام كبير صار أمس، واحد يقول قاصدها واحد يقول مو قاصدها. شوف يا كابتن انت زي كذا انك انت تقول قاصده ولا مو قاصده، انت شوف حركه اللاعب يا كابتن، شوف حركه اللاعب انه هل لما هو كان يجري شاف مين كان فيه وراه، عرفت؟ ولا هل هو كان يبغى يثبتها ودقت وراحت يا كابتن، ولا كان شوف اللقطه هذه اللي قبل، شفت كيف كانت تغير عن اللقطات الثانيه؟ انت سالته عموما عموما يعني سالته عموما يعني على المستويات اللي قاعد يقدمها العبود في المباراتين هذه يستاهل. انا اشوف انه حتى لو انه كان ما يقصدها يعني على عطفا على اداء ومستوى العالي اللي قاعد يقدمه فاستاهل انه يسوي لقطه زي هذه. ترى هذه من افضل الباصات حيكون له في حياته كلها. طيب محمد وحسين بالتحديد لعب 80 مباراة مع الاتحاد، سجل 5 وصنع 5 فقط. اي بس هو لاعب تكتيكي ترى. العبود من اللعيبة التكتيكيين ومجهود داخل الملعب، مو من اللعيبة مش قليل. قليل صراحة على مستوى ما شاء الله، بالذات على الصناعة اكثر من انه هو مو لاعب هداف. ما عشان لاعب وسط فتعذره انت انه ما يسجل، بس لو يصنع كصناعة. لا وحرام وبيوصل. لا ما شاء الله بيوصل عالي يعني بيوصل يعني ترى بيوصل ما شاء الله تبارك الله، وعنده قوه انه هو مثلا انه بيدافع وبيهاجم ويعتبر العبود ما شاء الله تبارك الله اذا مو اسرع اول اسرع لاعب او اول اسرع لاعب في السعوديه يعتبر الثاني اذا مو اول الاسرع بالنسبه لي ما شاء الله تبارك الله صراحه وبالكوره ما شاء الله. لا حمدان اسرع كمان، حمدان ترى ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ما بدون كور. طيب كابتن ما ادري حمدان اسرع دفاعيا، حمدان ما يستفيد من سرعته هجوميا. لا 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 انا اتكلم كسرعة يعني. ايوه بس انا اتكلم في الملعب كمباراه. يعني حمدان ممكن الكره لما تكون على الاتحاد دفاعيا تلاقيه يرجع ما شاء الله تبارك الله 4 خطوات واخذ الكره. طيب حسين الاخطر السريع بكره ولا من غير كره؟
الأخطر اللي بالكورة. بالكورة طبعا. والدليل عندك ميسي الآن في المستوى العالم سريع بالكورة. كورنادو مع مراسلنا أحمد الجابري. ما أريد أن أقوله عن المباراة، أعتقد أنها كانت مباراة جيدة للغاية، فنحن نحصد 3 نقاط، ورغم ذلك علينا تحسين أمور كثيرة تمكننا من التسجيل، وهذا أعطانا أكثر ثقة وأكثر سعادة، لكنني قلت إننا نعمل بجد لتحسين هذا وستكون الأمور أفضل بإذن الله. منذ أن جئت إلى هنا الجميع يعلم أن موقعي هو رقم 10، وفي هذه الفترة وقعت تغييرات كثيرة في المعلومات والمدربين، وأنا متاح دائما للعب في أي مكان. أريد فقط أن أكون قادرا على القيام بذلك مهما كنت أحاول تقديم أفضل ما لدي في كل مركز ألعبه. اليوم لعبت في 3 أو 4 مراكز، لكنني لا أمانع طالما أنني أساعد الفريق. أعتقد أننا نقدم أفضل كرة قدم لدينا، لكن نحاول إثبات ذلك، ولدينا العديد من التحديات الرائعة، لكن في هذه اللحظة لا نلعب بالامتنان ولكن العمل موجود، لذلك أنا واثق بأن هناك عمل نقوم به. أنا متأكد بأن أقدم دائما المزيد. أمس فاجأنا نونو سانتو في مركز محمد. شوف رجع كمحور ست كورنادو. أنا بالنسبة لي هذه المنطقة يلعب رقم 8 أفضل. هو لعب 6 أمس وقدامه كان الناشري أيوة لعبها بالمقلوب يا كابتن ورا بس هو اللي ورا أيوة بس الكرة لما تكون في حوزة الاتحاد بيرجع الناشري وبيروحوا الاثنين عرفت. عموما هذه المنطقة أفضل له. ليش؟ حيكون فيها مساحات أكبر، يقدر يتحكم في الكرة، يلمس الكرة أكثر، غير أنه يلمس الكرة يعني حتى لما أنك أنت تجي الكرة عنده صعب أنك تقطعها منه، يقدر يمرر ويقدر يراوغ، لكن لما يكون قدام يا كابتن في المناطق المساحات الضيقة ما حيقدر في الاحتكاكات وكذا ما حيقدر. توظف مثل بنيقة مع الشباب لا صعب، نفس الدور بس أقول بس على فكرة بس صعب. مو كل المباريات إيه، بعض المباريات لا حيكون بعض، لا حيكون كل المباريات ما إلا مباريتين أو 3 بس. هو ممكن عشان يجي من ورا يكون عنده وعنده يعني هو ميزته في عنده ميزة الباصات الطويلة المتقنة، ممكن المدرب حب زي ما قال لك نور إنه يأخره عن الضغط أو إنه أو الرقابة اللي عليه. ف وعندك وما يقدر بس إنه يؤدي دور بنيقة في الشباب ما لا صعب. لا صعب بنيقة بنيقة يجري أكثر رغم إنه أكبر ويجري أكثر. لا وبنيقة يعني عنده ما شاء الله تبارك الله عنده ثقة في النفس وعنده ويدور ليفل مختلف، ليفل ثاني يعني ليفل مختلف. بس كورنادو كويس. لا كويس انا ما بقول انه هو لاعب سيء، بس طيب. انا اقصد بالدور هذا أيوة. تحديدا طيب. قدام لا العكس، قدام العكس كورنادو افضل. سؤال لا بيس لا مو افضل قدام مو افضل لا. تدري لا لا يجري بالكوره، لا يجري غير انه يجري بالكوره يا كابتن. المساحات زي كورنادو ما يقدر يلعب في المساحات الضيقه ما يبان ما هو شوف مباراه النصر صفر. بيستمر مرة ثانية السؤال، بيستمر كورنادو يلعب في الخلف وليس في الأمام؟ أكيد. ليش؟ عشان عندك رومارينيو وعندك هيلدر وعندك حمد الله. خلاص هو بجنب طارق وهو حامل. حيلعب جنب طارق. إذن صارت لعبة الاتحاد يعني كده واضحة إنه هم بيعتمدوا على الكرات الطولية بس شوف وانتهى. لو هي لو صارت لا أنا أقصد لو صارت لا حتصير. أنا أقصد بس ترى إنه يقرب منهم ترى هو لاعب ترى يعرف يلعب يعني لا هيقرب بس ما حيكون يعني ما حيكون يعني قريب للعشرة يعني كلهم اللي الثلاثة اللي قدام يعرف يلعبوا يعني كلهم بالكورة خطيرين يعني كلهم يعرف يلعبوا كورة مو بس جري يعني عندهم عندهم الاستلام والتسليم والمهارة. انت لو تيجي تشوفوا كلهم ممكن يلعب اي واحد فيهم يلعب واحد على واحد سهلة سهلة يعني هذا اللي نقصده. فحرام انه بس يكون التركيز بس في الاخير هو مدرب الاتحاد انا والقدم. اتوقع حيلعب كده يا كابتن ممكن بس ليش؟ انت لما تلعب كم فرصه حتيجي على بابك يعني صح كذا مع الفرق اللي قلنا غير انه الاقل الانديه. الاستاذ احمد كعكي نائب رئيس الاتحاد مع مراسلنا احمد الجابر. الحمد لله ابارك جماهير الاتحاد الفوز، اهم شيء ان احنا نستمر على الفوز ونجمع نقاط ان شاء الله لننافس على الدوري. روما طبعا لي فتره طويله ما اتمرن، فاليوم اتكلم مع المدرب على اساس لعب 45 دقيقه، ففضل انه يريح بعد ما انتهى شطر. الحمد لله ما في اي اصابه، لا العروض الحمد لله جدد واستاهل وان شاء الله حمدان بيكون قريب باذن الله.
محمد اللي يمكن لي ذكره على توقيع تجديد عقد العبود والشمراني. الشمراني لسه ما جدد. يعني الكلام قال لنا على بس العبود خلص. جدد خلاص. والشمراني؟ الشمراني لسه في الأيام القادمة توقع. هذا من أكاديمية النادي الأهلي. كابتن شفنا نحن شفنا الاختلاف يعني في أداء شخصية. العبود. شخصيته تختلف. عرفت؟ يعني شوف لما جدد شوف كيف جاء المباراتين، جاء النصر لا جدد هو بعد مباراة النصر، شوف مباراة النصر كيف كان ومباراة الفتح. وعلى فكرة كابتن هو ما انضم للمنتخب صح؟ العبود؟ ايوه ما انضم. طيب يعني هذه رسالة لمدرب المنتخب في المباراتين هذه اللي لعب فيها قدم وما عنده الا هذا. يعني المفروض انت يا عبود عشان دحين مثلا عشان كأس العالم ولا عشان جدد قاعد تلعب، المفروض انت من كذا وافضل، ما في من كذا وترجع ثاني، لا انت بعد المستوى المباراتين هذه اللي لعبتها ما شاء الله تبارك الله اتمنى انك تحافظ على مستواك وتعرف كيف تتطور حسين، عشان لو ما تطورت ما حتقدر تحافظ على مستواك. حسين هذا محمد الشهري يقول ابو الوليد هل الاتحاد يحتاج الكثافه الهجوميه؟ لان مع سانتو لم نجد مكان مع كوزمن في الكثافه الهجوميه خاصه لو الفريق مهزوم. السؤال هل سنجدها مع عوده المصابين؟ يكون عند الخيارات اكثر ممكن، بس الاتحاد ما يحتاج كثافه ترى، لانه عنده لعيبه عندهم جوده، ترى اللاعب اللي عنده جوده ممكن ما يحتاج. وانا متاكد انه بعد عوده المصابين انه الاتحاد حيلعب بطريقه مختلفه عن اللي احنا شايفينه مع اكتمال الفريق بشكل كامل. يعني بغير طريقته يعني لا انا اتكلم في الهجوم بس، انا اتكلم انا خلينا من الدفاع هذه خلاص هذه وضحت، لكن الان لا طريقه الهجوم نوعية اللعيبة اللي حيكونوا موجودين قدام أكيد حتفرق مع مدرب بشكل كبير. طيب هذا من فهد يقول لك أبو نوران إذا الاتحاد يفوز على الأندية المتوسطة الترتيب بصعوبة ولا يقدر يفوز على الأندية المنافسة مثل النصر، كيف بيقدر يحقق الدوري؟ مباراة النصر هذه يعني مباراة يعني الفريق كان ناقص وكان يعاني من نقص، والمدرب لعب على حسب إمكانيات الفريق. لا ما هي مقياس، لان الكوره ما لها مقياس. في مباراة المنافسين مختلفه والمباراة الثانيه، وانت اهم شيء تكسب 3 نقاط. والنصر كان سيء كمان في المباراه ما كان صح، وجات فرصتين للاتحاد انه ينهي المباراه في الوضع السيء اللي هو فيه. وبالنسبه يا كابتن على الطريقه اللي تقول لها كورنادو طارق حامد، يعني ما شاء الله تبارك الله من اللعيبه اللي مجهودهم وافر داخل الملعب، يعني يجري لين اخر وقت ما شاء الله تبارك الله. فهذا حيساعد كورنادو كثير على الطريقه اللي تكلمنا فيها. استمرون اللعيبه اللي قلنا عليهم استمرون معكم وبعد الفاصل. ما الذي حل بمهاجم النصر ابو بكر؟ هذا من أيسر ولا أيمن؟ هذا أيسر يقول لك يا كابتن حسين الحل مع النصر يلعب تلسكا راس حربة وأبو بكر 9.5 وسينجح في هذا المركز، غير كذا لا. يتكلم على أبو بكر. شوف بنتكلم على 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 أبو بكر كمهاجم. أبو بكر بيمر مرحلة جدا صعبة، ممكن يغيرها كذا بيكون الحل اللي قاله الأخ. والله ما يعني بصراحة ما يعني ما أتوقع إنه أنت بتستغنى عن في الأخير حتستغنى عن لاعب من نص الملعب. فممكن أبو بكر ترى هو مو مهاجم يعني هو مو هو 9، هو أبو بكر دائما يلعب مهاجم ثاني. بس ما هو مهاري يا كابتن. لا مو مهاري، واحد ضد واحد صعب إنه يراوغ يعني. لا هو مهاري وأنا ولا هو قوي بالهد يعني، أنا بشوفه يعني حتى في الالتحامات وكذا. طيب وش بعد؟ فممكن شوف اذا على على يعني على تكمله يعني الكلام الكابتن، يعني انك انت تقول ممكن تجيب النجعي مو تلسكا، ممكن تحط النجعي مهاجم ممكن. طيب حسين لو انت اداري في النصر او مدير تنفيذي عفوا، كيف تتعامل مع حاله ابو بكر؟ لا شوف ابو بكر يعني خليني اتكلم بصراحه، ابو بكر من يوم ما جاء للنصر الى اليوم، مو من الان من العام، ابو بكر ما هو ابو بكر اللي احنا كنا نعرفه. يعني ابو بكر في بداياته قبل، انا ما اتكلم قبل ما يجي النصر، كان السرعه وكان عنده
الان الان اختلف ترى 180 حتى لو بيسجل اهداف حتى لو مع منتخب الكاميرون اخذ هداف بطوله افريقيا لكن لا ما هو يعني لاعب يعني هو ما بيسوي لك حل لحاله ما هو لاعب بيسوي لك حل لا لاعب يعتمد على الفريق انه هو يسوي له حلول اوكي هذا الشيء طبيعي لكن احيانا المهاجم يكون عنده ابداع يكون عنده مهاره عنده لا ابو بكر ما عنده هذا الشيء ولا هو لاعب مثلا يعتمد على مثلا زي توامبا يعتمد على القوه الجسمانيه وكذا لا هو ولا شيء حقيقه النصر يغير المهاجم وخلاص عشان ينافس يعني لو جلس مع ابو بكر يحقق الدوري مع ابو بكر النصر انا اشوف انه لازم يتغير المهاجم ما ما, ما هذه الوقت شمالي بس النصر لازم يجيب مهاجم انت على كلمتك الاسبوع الماضي لازم يتغير قلت يمكن حسين متحامل عليه تحمل عليه مش فنيا لما شفته ركز فيه في مباراه الابها لا الرجل مش موجود ولا مباراه الاتحاد ولا الاتحاد مش موجود يعني بيستمر الى متى ولو انا مسؤول في النصر اول شيء اسويه اتعاقد مو مع محاور اتعاقد مع مهاجم سعودي ما في ادور اصعد اول شيء مهاجم سعودي لازم عشان يكون احتياط عنده عبد الفتاح هدم ودا لعبها وعنده طيب. مران انت الحين تقول لي عنده انا ما شفت مهاجم ثاني يعني لو كان في مهاجم هو يلعب تلسكا هو اللي حيصير في الاخير يعني اذا بيغير مدرب النصر الفتره الجايه يعني اذا ما حيلعب في ابو بكر فهو بس الاقرب حيلعب تلسكا اسلوب تلسكا ما ينفع مهاجم هو حيلعب يعني يجي ورا المهاجم طيب. النجعي والهدف والصناعه اللي في الهدف وسوى شيء كبير شوف يعني المدري الهدف الهدف إيه الغنام هدف الغنام لا 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 اقصد اذا موجود شوف النجعي تفضل انا دائما اسمع الناس بتقول النجعي لاعب بارد والنجعي لاعب انه يلعب بتعالي ترى طريقه لعب النجعي لو غير اسلوب لعبه يجلس لا يجي النادي هذه طريقه لعب سامي لاعب هو يستمتع وهو يلعب سامي نعرفه وهو صغير ورنا الهدف ممكن ابو نوران كنت معانا سامي يعني من اللعيبه اللي يستمتع بالكوره مو ما بيلعب يعني بس انه 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 هو ان انا جالس العب كوره او شيء لا هو بيستمتع فانا اشوف انه امس كان مزاجه عالي ما شاء الله تبارك الله عليه لعب المباراه يعني بصراحه يستاهل انه 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 امس يكون يعني من نجوم الفريق يعني ممكن الشوط الاول الناس بتقول انه سامي ما كان بيأدي اداء جيد لكن الاستلام والدوران والرؤيه كلها حتى قبلها يعني في لقطه من البدايه الدوران وبالكوره يعني شيء بصراحه يعني شيء لاعب كبير حقيقه ابو ابو ابو, أبو نوران نرجع الى مره ثانيه مفتاحي النصر هم اظهرت الغنام وكونان في جميع المباريات من يوم بدا الدوري الى الان طيب شيء ايجابي ام سلبي اكيد ايجابي 100% يا كابتن ايش الا فارق مع الهلال دائما الاطراف صحيح. يعني اطراف الهلال بتكون قويه ما شاء الله تبارك الله فطبيعي انها بتساعد الفريق وبتديك حلول في الملعب وهم نفسهم الاظهر هذول هم احيانا بيغيروا لك نتائج مباريات يا بالصناعه يا بالتسجيل حسين وانت لعبت في المركز هذا في السنوات الاخيره يمكن ترى من 6-7 سنوات الأظهرة اصبحوا بالدراسات اللي صارت اعتقد بعد 2014 قالوا الأظهرة هم المفتاح الاساسي لصناعه الفرص 100% ليش التطور صاير لانه بيلقوا المساحه اللاعب اللي بيجي من الخلف مو زي اللاعب اللي بيكون اصلا موجود قدام الجناح او لا او البلاي ميكر حق الفريق صانع اللعب هذا ما بيلقوا المساحات اللي بيلقاها الظهير وعادة اللي بيغطي الظهير مهاجم ودائما المهاجم او الجناح الفريق الثاني دائما يكون خلينا نقول شويه كسول احيانا فبيلاقي مساحات كبيره واكثر الانديه والمدربين بيشتغلوا على الاظهره كمفتاح وعلى فكره ترى مو بس بيشتغلوا عليهم انهم مثلا في العرضيات ايه بيشتغلوا عليها يعني انت كيف تهاجم يعني انا بفكر انا كيف اهاجمك وبالنقيض هم بيفكر كيف يلعب الكوره خلفك خلف يستفيد من المساحات هذه اللي انت تخليها خلفك طيب اللي في ارقام اللي اقل الفرق استقبالا للتسديدات هذا الموسم يعني اقل فريق تفضل قبل ما تفضل النجعي بالنسبه للنجعي ترى كل اسبوع حنتكلم عليه يعني هو يجبرنا احنا نجيب سيرته في البرنامج اسبوعيا ليش اعطينا ما شاء الله يعني الولد في تطور دائم
سوي لك اللي كل اسبوع شيء جديد. ايوه شيء جديد. ليش؟ زي هذا اللي يحافظ على مستوى. ليش؟ عشان هو قاعد يطور نفسه عشان كذا يحافظ على مستوى. طيب وانا الاسبوع اللي راح انا تكلمت عليه يا كابتن انه يعني يهدى الكوره شويه وهذا اللي عم بيسويه. طيب ابو نوران هذا من خالد يقول لك السؤال هنا هذا من فهد يقول ابو نوران تخيل الكره معاك وقدامك ابو بكر وحمد الله وكلهم في موقف جيد للتسجيل تمرر لمين؟ شوف اكيد اللي بيكون اقرب للباب لو كلهم موقف كويس كلهم موقف كويس خلاص على كيفك هذا ما تختار ما جالك موقف ما تختار هنا تجي الثقه انا اثق في مين وانت تثق في مين انا اثق في المهاجم اللي بيسجل ومين اسالك حمد الله ولا ابو بكر انت دحين تقول لي هو يسالك مش انا طيب مو انا بارد عليه بقول له انا انك بتقول حتمرر لمين اذا هم كلهم كانوا حيسجلوا الكوره اقول لك اللي يصير يرجع للشيء ده لي انا اللي اثق فيه انه حيخلص الكوره حينجح الكوره مريت في الموقف هذا كثير على طول انا ما دوري الا مو اللي ينجح الكوره وبس حتى إلا لو ألعب الباص غلط يا كابتن يجري يحاول يأخذها هذا ثاني لو جاتني الكورة حدور عليه عشان أعطيه أقل الفرق استقبالا للتسديدات هذا الموسم كان الاتحاد لمدة 4-5 جولات الآن النصر رجع ليها مرة ثانية أقل الفرق استقبالا للتسديدات 30 تسديد النصر الشباب 45 ضمك 47 الخليج 50 الاتحاد 51 غارسيا هذا الجانب اللي جالس يعمل عليه اللي بيوصله نفس الاتحاد ممكن وهذا الشيء اللي احنا قلنا في يعني الحلقه اللي راحت قلنا انه النصر ما ظهر مع المدرب او ما بانت بصمه المدرب ومع الوقت مع الجولات ممكن يبان الرجل ممكن عنده هدف كبير الان والى الان يعني احنا ما بنقول انه الان النصر فاز الجوله اللي راحت انه بان عمله لا احنا نتكلم عن المستوى البعيد الان الارقام هذه وانا من الناس قلت لك انا ما اعترف بالارقام في كره القدم نهائيا انا ما اعترف بها لانها خادعه الارقام هذه خادعه يعني بس ما تبني عليها ممكن تبين لك يعني بشكل بس 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 مهي لانه علم كره القدم وفي علم صحيح. لكنه مو علم ثابت اصلا علم كره القدم مو ثابت يعني 1+1 في كره القدم ما يساوي دائما 2 ممكن يساوي 2 ممكن يساوي ليه لانه انت احيانا تكون المباراه متجهز لها لياقيا وبدنيا و ممكن في اول 5 دقائق انطرد لاعب وصاب لاعب انطرد لاعب يسبب بلنتي وهذا تختلف فالعلم علم كره القدم مو ثابت والارقام دائما يعني دائما صراحه تخفي وراها اشياء كثير واحنا قلناها حتى على مستوى اللاعبين لاعب يكون لمس 40 باص ويقول لك الدقه 90% تجي انت تشوف الباصات اللي هو لعبها لا ما في ولا واحد خطا ما في ولا واحده فيها مفتاح لعب او مفتاح هجمه وفي نفس الوقت فما هي صادقه وفي نفس الوقت يا كابتن لما انك انت تجي عندك مباراه مع فريق تجي انت في الاجتماع تقول للعيبه ترى دول نحن ما فازوا علينا ولا مباراه ترى 20 مباراه لعبنا معاهم هم ضعاف عرفت كيف اللعيبه حيخشوا الملعب مرتخين صح ولا انا غلطان في حصيلة النقاط للنصر بعد 6 جولات في آخر 5 مواسم يمكن الموسم 2018-2019 كان الأفضل في 18 نقطة يليه هذا الموسم 13 نقطة والمواسم اللي تليها وين تضع النصر هذا الموسم محمد شوف النصر يعني ما نقدر نقول لك أن ما نقدر نخرج النصر من المنافسة موجود في سوءه وفي النصر موجود ما تقدر تخرجه من المنافسه متى تضع في المنافسه رسميا 100% اذا جاب مهاجم مكان ابو بكر اكيد ولا يجي اذا طيب هذا كابتن بسالك طيب ايش نوعيه المهاجم اللي النصر يحتاجه ولا اجيب مهاجم وبس هذا حلو السؤال هذا لا احنا قلنا من انه لازم النصر يجيب بمواصفات معينه ايش المواصفات ايش الطريقه اللي حيلعب فيها المدرب كرات عرضيه واضحه لا يا كابتن واضح كرات عرضيه هنا مربط الفرق الان الاتحاد احنا كنا نتكلم على الاتحاد صح اول انه الاتحاد بيلعب بطريقه 1-2-3 بيلعب بيدافع وبيلعب على الهجمات المرتده لما بنتكلم عن رومارينيو وكوستا وخلاص الاتحاد مفضوح عرفنا الان لا وعرفنا لا ولا يعني انت لو تجي تجيب مهاجم للاتحاد الان انت حتعرف المهاجم عندك حلين يا تجيب مهاجم جدا سريع ومهاجم يا مهاجم محطه
ما حد يلعبوا عليه على اساس انه يوقف ويصير هم النصر الكلام لا 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 نتكلم عن الاتحاد هذه حاجه طريقه النصر الان المدرب ايش يبغى من اللاعبين هل المدرب طريقه لعبه انه هو بيستمر بالارتدادات او بيحب انه الاستحواذ يحب لا لو بالاستحواذ ما حتجيب لاعب سريع صحيح يحتاج لاعب مهاري لاعب او محطه انه برضه يسندوا عليه النصر عنده اطراف ما شاء الله سرعة عنده اطراف سرعة بس ومهاريين. النصر ابو نوران ما بيلعب بتكتل لا النصر بيلعب لعب مفتوح يعني ترى ما بيلعب بتكتل بيضغط في ملعب الخصم انت هنا تحتاج لاعب يكون عنده امكانيات عنده مهاره مو شرط يكون مره سريع يحتفظ بالكوره يحتفظ او انه لاعب بدنيا قوي انه يقدر يحافظ على الكوره ويكون محطه للجيم من الخلف سواء تاليسكا سواء لعيبه الاطراف اللي موجودين في النصر هذه المواصفات اللي ترى على فكره عشان برضه لا نهضم حق الرجل واي شيء بيصير الان او صار للنصر ترى هو مو سببه تاليسكا لا الفريق في بدايه الموسم هو اللي كان يعني متارجح وليس بس انه فقط ابو بكر لا لا لا, لا في لعيبه كثير في مباراه الاتحاد مو ابو بكر اللي كان سيء حتى تاليسكا ما قدم مباراه كبيره ولا مباراه ابها فاحنا يعني لا نرمي برضو انه على لاعب انه هو سبب لا بس مستمر المشاكل. ابو بكر كان من ثاني جوله الى اليوم عشان كذا الكلام لا على أنا ابو بكر انا اقصد يعني ايه؟ انا اقصد بصفه عامه يعني ايه؟ بصفه عامه ابو بكر احنا قلنا ابو بكر من اللعيبه اللي اذا الفريق كان في يومه وكان الفريق كويس هو بينهي لكن هو لاعب ما يصنع لك الفارق انا اقصد في حكايه انه الابداع اللي احنا نتكلم عنه طيب في استفتاء عمر فريق الاعداد ما هو ابرز حدث في الجوله السادسه 1 صداره الشباب 2 تعثر الهلال 3 هاتريك موسونا 4 ثلاثيات النصر والاتحاد الجمهور راح 45% الى تعثر الهلال محمد انا تعثر الهلال المره هذه اقول لك تعثر الهلال المره الاسبوع اللي فات عشان من النادر يا كابتن الهلال في جولتين من 6 نقاط يحصل على نقطه واحده حنكمل على لماذا تعثر الهلال واسبابها لكن بعد الفاصل دياز يتنفس الصعداء بعودة المصابين حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام هذا هاشتاج ملعب اس بي سي من منتصف ايلول كابتن حسين يقول هل وجود لاعب سابق في منصب مدير الكرة يساعد على نجاح منظومة الفريق؟ ممكن بس مو شرط يعني ما هي شرط اساسي ممكن يساعد وممكن لا بالعكس ممكن يتوفق ممكن ما يتوفق اي فمهي طيب هذا بالنسبة لي كابتن محمد يقول سؤال الصورة ابو عمر ها عفوا خله طيب رايك في مستوى غريب مع النصر هل تتوقع عودته وانضمامه مع المنتخب انا بصراحه الى الان غريب مو عاجبني مع الـ مع الـ مع النصر انا احس انه بيلعب تحت ضغط كبير ولازم يتخلص من هذا الضغط يعني غريب لاعب عنده امكانيات كبيره بس الى الان بصراحه الضغط الكبير اللي عليه ليش ما يكون حاله الفريق انا شوف انا اعرف لا لا لا, لا, لا غريب لا غريب وانا دائما انا غريب من اللعيبه اللي قوته في واحد على واحد في الملعب غريب الى الان يتردد صحيح. كثير انه هو يسويها مع النصر ما انت ملاحظ ابو عمر يركز دائما في النواحي هذه الفرديه عارف قيمته هو لانه عارف هو دائما في الصراعات الثنائيه واحد على واحد يعني حتى ابو بكر قال واحد ضد واحد صح أيه. وحتى لما اتكلمنا على الرقم هاي لعيبه النصر أيه. عرفت لما قال يسوي احصائيات شوف لاعب ضد لاعب كم أيه. مراوغه نجح فيها مهم لاعب النص ابو نوران لاعب النص المهاجم يميزه يا تمرير ساحر يا انه يكون عنده واحد على واحد وهو بيسوي لك الفرق كابتن اذا ما عنده كلام هذا مهم مصيبه والله إيه كلام مهم إيه جدا ترى إيه اذا ما عنده هذا الشيء انا لا يعني انه لاعب اقل من عادي وش اللي يفرق بين اللاعب مميز ولاعب عادي هذه الاشياء يا باسر يا يعني ممكن الفريق ممكن هو اللاعب يكون سيء يكون سيء في المباراه انا اقصد سيء في المباراه مستواه يعني في ذيك المباراه بباص انهي لك المباراه مع السلامه. ندخل ملف الهلال سريعا باقي لنا 18 دقيقه وعندي ملف طويل. هل شهر العسل او سنه العسل انتهت ما بين دياز والهلال في
في المرحلة هذه محمد؟ والله أشوف يعني الناس دحين يعني الجماهير اللي كانت تتكلم دياز 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 دحين رجعوا برضو. أنا أول كانوا يمجدوا في دياز عرفت، ودحين صاروا يقولوا دياز يعني. وأنا اللي قاعد أشوفه طبيعي ترى وعادي يعني، في ظل يعني البطولات اللي حققوها في الفترة الأخيرة هذه يا كابتن، ونفس الفريق ونفس المدرب ونفس الأجواء، فطبيعي أنها تصير النزلة هذه طبيعي يعني يكون والله طبيعي الهبوط هذا طبيعي يكون والله. أبو عمر أنا أشوف نفس الشيء يعني. الهلال يمكن يعني اللعيبة السعوديين أو المحليين اللي موجودين عنده بيشاركوا باستمرار سواء مع المنتخب أو مع النادي، فأكيد هذا الضغط شيء. ونرجع لكأس العالم وغير الضغط كابتن، نرجع لكأس العالم. طيب الأرقام الهلال بعد 6 جولات إن السنة الماضية وهذه السنة أنا ما لا أعلم والله الأرقام كم، أنا أتكلم فريق الأعداد يجمعها ونشوف الأرقام بين النقاط والمركز المركز هذا الموسم المركز الخامس، المفروض كانت مقارنة فاز 4 تعادل 1 خسر 1 نقاط 13. الموسم الماضي المركز الثاني فاز 3 تعادل 3 خسر، هذا كيف هذه فيها خطأ هنا عدلوها لنا لما تتعدل هاتوها. تفضل يا كابتن حسين. لا شوف يعني أنا بقول لك مشاركات لعيبة الهلال في المنتخب وتقريبا يمكن خلينا نقول بيشاركوا بشكل كبير يعني داي. فهذه أكيد بتكون مجهدة وضغط على اللاعبين، وأنا أشوف يعني وإلى الآن يعني أنت تتكلم عن 6 جولات يعني ما أشوف إنه في يصيب يعني اللاعب نوع من الملل. وكأس العالم الحرص على اللعب كأس العالم ترى هذا شيء برضو شيء سلبي برضو على النادي كابتن، هذا ما يمنع إنه يعني مثلا أنا قاعد أخسر وأتعادل عشان عندي كأس العالم. لا لا لا, لا. بس الإصابات اللي بيمر طيب عليها الغيابات اللي في الهلال هذا اللي احنا بنتكلم هذا اللي بنتكلم تأثر عليه أكيد. يعني على الأسماء الغايبة أكيد أنه بيأثر على أكثر تأثير مرة ثانية بين سلمان، يقال سلمان وياسر وكولار حيلعبون بعد غد أمام الشباب. هذه يعني أخبار ممتازة للهلال مريحة لعيبة أكيد طبعا أكيد لعيبة مؤثرين يعني غياب أي لاعب من يعني خروج لاعب من المنظومة وأكيد بتأثر عليها، عودته أكيد بتكون مكسب. وكولار بصراحة أنا تحديدا أنا أشوفه لاعب من أهم اللاعبين في الهلال إلا إذا لم يكن الأهم، لأنه لاعب بيأدي دور في نص الملعب دور كبير ترى لاعب مقاتل. الاتفاق عمل جيد في مباراة الهلال محمد؟ أكيد مدام أنه أتعادل مع الهلال أكيد أنه، وما ننسى أنه ترى حتى أتعادل في جدة مع الاتحاد يعني اتفاق السنة هذه قاعد يخسر من الفرق المنافسة قصد الفرق الوسط وقاعد يلعب مباريات كبيرة مع الفرق المتقدمة. كارتيرون يعني المدرب يعرف يلعب مع الفرق الكبير وما يعرف يلعب مع الفرق الثاني. كارتيرون مع مراسلنا سعد السبيعي. الهلال بقاله فترة بيقدم سلسلة انتصارات سهلة قدام الاتفاق والنهاردة وقفت، فبالنسبة لي نقطة كويسة. عندنا لعيبة هجومية تقدر تعمل أكتر من كده بكتير، هم لسه مش جاهزين 100% ده إحساسي، بدنيا لسه مش 100% ولكن بروح الفريق بالتكتيك بتاعنا النهاردة نهينا المهمة زي ما احنا عايزين. على الأقل احنا في مباراة الاتحاد اتعادلنا، المباراة اللي فاتت كنا متأخرين ضد الوحدة وتعادلنا، النهاردة نقطة. كل أقدر أقوله الفرقة لسه مش جاهزة، ولكن مش جاهزين بمعنى ان هم لما هيبقوا جاهزين هيبقى موسم مختلف، متأكد ان هيبقى فيه تطور، متأكد ان هيبقى فيه فرق في النتائج، متأكد ان الموسم ده هيبقى مختلف ليهم، انا متأكد من ده 100%. اول حاجة هيبقى فيه معسكر اكيد، بنعد الفرقة لمدة شهر، اللعيبة محتاجة راحة لان ما بين الدوري السنة دي والموسم اللي فات ما خدوش الراحة كفاية، اللعيبة محتاجة راحة الاول، بعديها هيبقى عندنا شهر كامل نجهز فيه الفريق، ومتأكد ان في الجزء الثاني من اللي هو من بعد كأس العالم من اول مباراة الاسبوع التاسع هنبقى جاهزين لده. الاتفاق غريب صدق زي ما قال محمد، الاتفاق مو من السنه هذه ترى على فكره، الاتفاق من الانديه اللي ما تعرف يعني بالفعل مباريات بيلعبوها مع انديه منافسه على الدوري الاتفاق يقدم مستويات كبيره، يلعب المباراه اللي بعدها يخسرها، يعني ممكن الاتفاق الجوله القادمه ممكن يخسر يعني هذا مع الفيحة. بيلعب مع الفيحة يعني ممكن يكون اول فوز للفيحة المباراه الجايه.
ترى متوقع. ليش؟ اداريا هو في تحفيز امام الفرق الكبيره، في حضور، ولا ايش اللي قاعد يصير؟ والله هلا، واللعيبه نفسهم، شوف ما نحمل كل شيء للاداره، اللاعب يجب انه يتحمل ويتحمل مسؤولياته. اوكي الاداره بتجهز، لكن في الاخير الاداره ترى دورها بينتهي من على خط الملعب، بينتهي دور المدرب ودور الاداره، يبدا دور اللاعب. الجماهير مع اسعار التذاكر مع سعد سبيل جمهور الهلال يا ولا؟ والله صراحه اشوفها غاليه واجد كثير، بالذات يستغلون بالذات بالشرقيه. انا دائما احضر مباريات الشرقيه، دائما مباراه الهلال يرفعون السعر. والله مقارنة يعني بالعادة شوي كثيرة، شوي كثير ومبالغ فيه. أتمنى من وزارة الرياضة تعديل أسعار التذاكر، يكون سعر معقول يعني إلى 50 ريال، أنا أشوف أنه كافي جدا. أنت دافع 100 و... أنا دافع 100 واتفاق، إيش أقول؟ أنت واجد على اتفاق بعد؟ لا والله ما هي واجد على اتفاق، بس وش الخدمات اللي تقدم داخل مقابل 100؟ على المباراة إيه؟ والله بصراحة المباراة واجد، تدري ليش أخوي؟ إيه؟ يعني في مثلا طلبة أو مثلا شخص يعني بتكون ظروفه المادية عنده 4 عيال بيدفع 400 ريال ما يقدر. والله للأمانة واجد، كانت أول حنا ناخذهم على 35 75، اليوم للأمانة صكونا بمية، لكن نجي نشجع الهلال وبإذن الله الفوز الهلالي بإذن الله. كثير يا كثير محمد الأرقام. ها أكيد 100 ريال في أسعار التذاكر والله كثير. شوف تجيب أمس الحضور 10,000 أو قبل أمس 10,000 أو 9,000 من أقل حضور مباريات الهلال والاتفاق. إذا النظام يسمح لهم يحطوا التسعيرة مفتوحة، فالهلال بيكون بيلعب في الشرقية وأنا فرصة أستغل الموقف. لا من حقهم طالما أنه النظام يسمح فهم من حقهم. شفنا الشباب العام كم حط مباراة الاتحاد والشباب 150 كان تذاكر كم 150 كان؟ أنا أشوف إذا طالما النظام من حقهم يعني فهو من حقه يحط السعر اللي هو يبغى. إحنا نقول ما إحنا ما نقول نضغط على الجماهير، لكن يعني مش مباراة حسم دوري ولا شيء، تونا بدأنا الدوري، لكن مباراة جماهيرية بالنسبة إنه الهلال يعني الهلال جماهيري الشرقية أكيد إنه جمهور بيحضر وإنه ما حيبخلوا على إنهم يشوفوا فريقهم قاعد يلعب. نروح الآن سريع موسونا أول هاتريك في الدوري. محمد موسونا من العام الماضي يعني قاعد يقدم مباريات كبيرة وقاعد يقود نادي الطائي. صح. يعني شوف العام هو كان له دور كبير في بقاء الطائي، والسنة هذه شوفوا هو واللاعب الجزائري سعيود. سعيد سعيود يعني في تفاهم كبير بيناتهم، وحتى لو تشوف يا كابتن المجموعة حقت الطائي اللاعبين كيف مع اللاعب هذا صادق. اعتقد اكثر من 6 اهداف تاكدوا منها، لان السنه هذه 3 اهداف والسنه الماضيه 6 تاكد منها. طيب الى ملف التعاون قبل ما يعرض لها اطول سلسله عدم خساره للتعاون حددت هذا الموسم، هذا مع الموسم الماضي وصلنا ما شاء الله 10 مباريات تطلع السلسله امامنا. ايش اللي قاعد يحدث للتعاون مع الغيابات مستمر؟ لا شوف التعاون العام احنا قلنا انه كان يقدم مستويات متذبذبه. نهايه 10 مباراه ابو او 10 مباريات ابو عمر عفوا نهايه الموسم الفريق يعني بدا في تصاعد واستمر، وهذا الشيء. وترى على فكره يعني حتى اللعيبه اللي موجودين عنده بغض النظر اللعيبه اللي صيبوا في المباراه الاخيره نتمنى لهم ان شاء الله الشفاء العاجل، لكن خلاص زي ما قال لك ابو نوران الفوز يجيب فوز، وهي الكوره كذا هي عجله لما تدور فاحيانا صدقني بتكون في مباريات انت لما بتفوز في مباريات تجيك مباريات احيانا انت ما تدري كيف تفوز فيها. يعني احنا نتكلم على مباراه الشباب مثلا مع الرايد انتهت 1-0 الهدف كيف طريقته، فهي هذه كره القدم. ثقه وقوه شخصيه، الفوز يخليك عندك شخصيه اقوى في داخل المباراه، الاعداد النفسي للمباراه، وهذا اللي حاصل للاعب في الملعب. العيال ما خسرنا وما شاء الله يلا خلونا نكمل ما نخسر وكذا، هذه تديك دافع. الى الباطل قول لهم مبروك والله سعيد، انا قلت ذاك اليوم سعيد تعادل 2-2 مع ضمك والكلام على الباطل تفضل. صراحة أنا انبسطت، شفت المباراة أمس بين الباطن وده صراحة أنا شدني في كم لاعب سعودي في الباطن صراحة يا كابتن قاعدين يلعبوا كورة يعني مستوى
اكبر من سنهم. ليش دحين ليش اخذوا الفرصه دحين يا كابتن؟ عشان ما كان في ما 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 ما, ما يقدروا يسجلوا دحين، عشان كذا هم اخذوا فرصه ولعبوا. يعني انا مو حرام زي هذه المواهب، زي هذه المواهب ما تلعب، يعني الناس ما تشوفها، ما تستمتع في لعبها، ما تستمتع في ادائها. انا في هذا الهدف، الهدف الثاني حق ورونا الهدف الثاني سريعا. شوف اللاعب اللي صنع الثاني للباطل، شوف اللاعب اللي صنع الكره، انا ماني فاكر اسمه، اجي لك لا تفضل. وش الفكره في الصناعه؟ في الصناعه انا عندي في الصناعه يعني حتى اسلوب الباس يا كابتن كان من واحد حريف، يعني واحد لعيب يعني له مستقبل كبير، وهذا يقولوا لي الولد صغير ولا لا يا شباب، وهذا وهذا بلوران. عشان كذا احنا كنا من كنا نطالب بالدوري الرديف، هذه 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 مكتسباته. هو يلعب في الرديف الباطن؟ لا 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 الباطن الان قاعد يلعب في الرديف. لا 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 انا اقصد في دوري الرديف دوبه بدا. اقول لك الباطن الفريق اللي معه هذا هو فريق الرديف. انا اقصد الدوري الرديف الان احنا ليش كنا نطالب به، او ليش مهمه الدوري عشان تطلع لك هذه الاسماء؟ لانه هذا لو الباطن كان مسجل لاعبين ما حيلعبوا معه، فحيلعب فين حتشوفهم؟ في الدوري الرديف. عشان كذا احنا بنقول انه الدوري الرديف شيء رافد مهم، شيء مهم. طيب انا لضيق الوقت، حارسك اللي امتدحته مشعل الشمري وتصدي لضربه الجزاء في مباراه الباطن وضم، انا من اول مباراه لعبها الى الان، وهو انا بقول دائما حارس كره، الحارس بالذات تحديدا عنده شخصيه، اذا عنده شخصيه قويه فهو حارس ناجح، مع الامكانيات طبعا. اذا عنده امكانيات وما عنده شخصيه ما حيكون حارس كابتن بقى. من كل مباراه لمباراه قاعد يتطور. لا شوف تصدي ضربه الجزاء ولا موجود ولا لا، وعنده رغبه انه يروح منتخب. اكيد تفضل ابو عمرو. عنده رغبه انه يروح منتخب، يعني هذه ترى شيء مو سهل، يعني في للمقابله معاه انه قال انا جاهز وانا يعني هذه الشخصيه. طيب ابو عمر الى الفيحة حسبوا له الشباب حتظهر المباريات بعد مباراة الكاس، وصلنا المباراة العاشرة. ورونا المباريات التي لعبها الفيحة بعد مباراة الكأس الموسم الماضي. هذه المباريات لا يوجد أي فوز من بعد مباراة الهلال، هذا هم في خطر بصراحة. الفيحة احنا تكلمنا من البداية ما فازوا المباراة، انه صارت مع التبعات هذه هذه الان هم يعني المشكله الان اللي حتصير، انه يعني بعد كاس العالم هم عندهم اسيا، انا اقول لاداره اسيا في سبتمبر القادم. اي بعد كاس العالم، يعني بعد ما يبدا كاس العالم او لا في الموسم القادم، في الموسم القادم الموسم القادم بس هي يعني هذه تاكدنا منها في لانه بصراحه انت البقاء اهم من اسيا. البقاء اهم من اسيا. طيب على 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 عجاله الاهلي والهدف اللي سجل على الاهلي، الاهلي انت طالب يقول بتكلم على الاهلي. لا شوف الاهلي احنا ما نبي نتكلم على الهدف، لانه الهدف هذا يعني خلينا نقول يعني هدف غريب. يعني انا اصلا مباراه الاهلي وجده انت المفروض الشوط الاول تكون مباراه منتهيه، خلصت من الشوط الاول، لما انك انت كانت في يدك المباراه ضيعتها. انت ضيعتها، وهذا الشيء اللي افتقده الاهلي. هي ثقافة الآن. اكيد طبعا هي ثقافه، وهذه الشخصيه اللي احنا نتكلم عنها. انت لازم يعني انت فريق فايز وفاتح ملعبه بالشكل هذا، يعني بصراحه فريق يعني انت تتكلم الظاهر انه كانوا اثنين او ثلاثه مدافعين ترى بس من يعني انت مصيبه وانت فايز، اما لو خسران ايش حيصير يعني. فلا بس في الاخير مدرب جديد، يعني مهما يكون في الاخير في مدرب جديد الان، اكيد عنده افكار مختلفه بس يحتاج الوقت. الوحده وين رايح؟ والله الوحدة يعني نحن شفناهم قدام الهلال، لعبوا مباراة قدام النصر لعبوا مباراة كبيرة، قلنا ما كانوا يستحقوا الخسارة. يعني حتى المتابعين لنادي الوحدة ومحبين نادي الوحدة يعني أتفاعلوا خير بالفريق، لكن صراحة أنا شفت المباراة أمس، الفريق قاعد يلعب بدون روح، بدون حماس، كلها اجتهادات لاعبين داخل الملعب. مدرب يستمر؟ انا ما اتوقع انه مدرب الوحدة يستمر بعد، يعني ايام معدوده، خاصه الوحدة الحين حيلعبوا مع من المباراه الجايه، وبعدين مع الباطن. مع الباطن هذه، وبعدين الاتحاد، ويلعب بعدين مع الاتحاد. ترى فريق الباطن زين ايوه وكويس، ليش بقول لك ما كويس؟ ما عنده شيء ما يخسره يعني. طيب ليش وقاعدين يقاتلوا لاخر دقيقه؟
شفت كيف كانوا فرحانين بالتعادل يا كابتن؟ طيب شفت الروح اللي كانوا بيلعبوا فيها؟ ترى نقطيا ترى مو مهم بعيدين على فكره، ترى الباطن لو فاز ترى الباطن الباطن ترى نقطيا يعني مو بعيد عنده نقطه، لكن اللي فوقه ابو ابل اربع نقاط. انا صار بيني وبين الاستاذ الهويدي ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن، قال الموسم الماضي مخلصين الدور الاول بتسع نقاط او ثمان نقاط، يقول لو جبت ست نقاط الدور الاول ها ببقى، يقول بتعاقد في الشذا وراح ابقى. نقفل موضوع الباطن وموضوع الوحده الى الافضل، هندخل في افضل مدرب يا حسين، وحيطلع امامك الاستفتاء. نونو سانتو، بيبا، غارسيا، مورينيو، من تختار؟ الجمهور راح الى وين؟ راح الى نونو سانتو 37%، مدرب الطائي، مدرب الشباب، مدرب النصر، مدرب الاتحاد. ابو عمر مدرب الشباب طبعا، مدرب مره ثانيه نفس الفكره. نفس الفكره، انا اشوف الاستمراريه في الفوز هو المدرب الافضل، طالما انه مستمر وسلسله انتصارات يجب ان يكون هو الافضل. ابو انا بالنسبه لي مدرب الطائي، مدرب معلش لا لا حقك. ليش؟ صراحه فريق الطائي السنه هذه فريق ممتع وقاعد يحقق نتائج ايجابيه، يعني هم والتعاون انا اشوفهم السنه هذه صراحه قاعدين يلعبوا كوره حلوه. والله سقط سهوا، قاعدين يقدموا نفسهم، سقط سهوا مدرب التعاون شاموسكا الان مع الربط ومع الغيابات، سقط سهوا مدرب التعاون شاموسكا الى افضل لاعب محمد بين موسونا، كورنادو، الغنام، يوسف الشمري لاعب الباطن. الجمهور راح الى كورنادو 43%. تروح لمن؟ انا بموسونا. موسونا صفوان صاحبك، هو صفوان الملك. ستيف الخير هو يداري في الوحدة. ايوه هو المسؤول. ايوه ستيف الخير الكابتن صفوان. مع مين انت؟ مع ابو نوران موسونا صراحة. مو صفوان. لا مو صفوان. موسونا افضل لاعب في الجولة على حسب الاختيارات، افضل هدف في الجولة بصوت المعلقين نسمعها. صعبة وهامة جدا كرة اللعب واصلة باتجاه عبد الرزاق. النصراوية وتمريرة وكرة لأيمن يحيى والتصويب. الله الله، محاولة لا زالت خطيرة خطيرة باب الجول. نعم جول التعادل. الأفضل هدف راح الجمهور إلى حمد الله 47%، يمكن بسبب التمريرة. وانت تروح لمن؟ لا انا ايمن. ايمن يحيى. ايمن يحيى. ايمن يحيى بس يعني نحن ما احنا عارفين بالضبط هو افضل هدف ولا افضل تمريرة. هي التمريرة ساحرة صراحة بس الهدف شوف ترى جمالية الهدف، وانت رجال استاذ فيها جمالية الهدف بعض الاحيان في التمريرة مش لازم اللمسة. لا 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 يا كابتن، جمالية الهدف لما يقول لك لو كملت بجول بهدف، عرفت؟ طيب لكن هذه انك انت كيف اللاعب نفسه اللي جاب الهدف مو التمرير اللي جات، هو جاته تمريره وهو بس سجل الهدف. الهدف بعض الاحيان انا ما حاعطيه عشان هذا اللي مرر هو اللي خلاه يسجل الهدف. لكن لما يجيك هدف لما تكون عرضيه لاعب يجي شوته مخرجه 18 زي الاهداف اللي صارت الاسبوع اللي راح، ولا مجهود فردي زي الهدف اللي جاء في الهلال، الهدف الثاني في التعاون. والله يا كابتن لا، هي عامة تقاس الأهداف جمالية الأهداف ترى بعض الأحيان بالصناعة. الصناعة هي اللي مجمل الهدف. لا يا كابتن بس أنت تقول أجمل هدف. إي أجمل هدف، مش لازم واحد مسددها من برا 18 ولا دبل كيك ولا لا لا لا. طريقة الهدف يا كابتن، أنت الحين لما تصنع هدف واللاعب يجي يكملها هو مرتاح يسجلها. هو المقصود بالهدف هو اللي سجل. انا لو تديني نسبه زدي الهدف انا ما اعطي المهاجم ولا الا اعطيه 2% ولا اللي صنع الهدف اعطيه 8%. 80% اعطيه 80% صح. والله يا كابتن والله حقيقي في اهداف حقيقي في أهداف. يعني طيب مثلا يلا انا من نص الملعب راوغت 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 رحت قابلت الحارس صلحته لواحد من زملائي وجاء سجل كمان. يعد من اجمل الاهداف هذا. يعد من اجمل الاهداف بس حيحسب. لا تمرر. ليش تمرر للمهاجم؟ كل سجلت عشان يسجل عشان انا ابغى اكسب ابغى افوز. لا كجماليه لا لا صعب. لا والله هو قياسه كذا على مستوى انا بالنسبه لي من وجهه نظري لا تحترم لا وانا مع انا اشوف يعني مثلا
انت لو بتحسب انه بالصناعه المفروض افضل هدف يكون هدف الاتحاد او هدف النصر او هدف الفيحة، ما يكون هدف باسماء اللعيبه اذا آه. اذا تحسب بس لازم تحدد في ثلاثه. لا لا انا اتكلم بالصناعه في ثلاثه، لكن بالفعل كهدف لا. اذا نشوف لا خلاص الاسبوع القادم ها نجيب افضل صناعه لا لا ومو شرط تكون وبعدين الوقت ما يكفي وترى خلصت ساعة ونص ولا أمتع. أي إضافة أخيرة أبو نوران؟ ما عندي أي إضافة كابتن حسين، هو اللي حيعطينا الجديد أبو عمر أي شيء جديد. لا حبيبي. طيب سؤال أخير لكم، توقعاتكم لمباراة الهلال والشباب؟ أبدأ معك. أنا أتوقع إذا الشباب ما يكسب يتعادل، ما راح يخسر. يخسر. انا اتوقع عوده الهلال. اتوقع عوده، هذا واحد يتوقع فوز وتعادل الشباب، وابو نوران يتوقع فوز الهلال. حنعلنها ان شاء الله بكره مع توقعات الضيوف، حنطلع توقعاتكم بحول الله. يعطيكم العافيه، شكرا حسين. شكرا محمد، يعطيكم الف عافيه. تصبحون على خير. جوالي ما خليتني اصور. عشان ما تقول لي فلتر. تصبحون على خير ها مع ديربي مولع.